ولسه عايزين تتجوزوا. ترند انتشر خلال الساعات البسيطة اللي فاتت بسبب ريم وبربري. اللي حصل ان انتشر خبر ان ريم وبربري اتطلقوا، وبعد الخبر ده لما انتشر السوشيال ميديا بقى في ناس كتير بتتكلم عن الموضوع، وطبعا تصدر الترند، وفي ناس كتير خلت الموضوع من ناحية تانية، فكرة ان هم لسه عندهم ثقة في الزواج وعايزين يتجوزوا. ده بالعكس، شايفين ان ريم وبربري كان بيحبوا بعض جدا، وده كان واضح طبعا في فيديوهاتهم، لكن في اللحظة اتطلقوا، وده اللي خلى ترند او هاشتاج ينتشر على السوشيال خلال الوقت البسيط اللي فات، وهو ولسه عاوزين تتجوزوا. طبعا في ناس كتير عرضت الموضوع ده وشايفة ان طبعا ريم وبربري مش مقياس على الزواج. شكرا لكم متابعين القناة، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى انك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.